الفأر والغراب والحدأة والثعبان هم رسل الساحر إلى بيتك، يكشفون له أسرارك وينقلون له أخبارك، بل ويعتمد عليهم في الاتصال بخادم السحر، فإنه يرى بعيونهم ويثبت العمل عليهم. حلقة عجيبة فيها أسرار غريبة وكل شيء بالدليل، فكونوا معنا وتابعونا. إخوتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحقيقة إن استخدام الساحر لهذه الهوام والطيور التي ذكرناها في بداية الحلقة إنما هو قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولكن الذي جد في الموضوع أن هذه الطرق الخبيثة اللعينة أعيدت هيكلتها وبدأ السحرة يستخدمونها من جديد، بمعنى أصح أنها ظهرت على الساحة، وهذا والله ما لاحظناه جليا في تجارب العلاج آناء الليل وأطراف النهار. لأجل هذا أردت أن ألفت انتباهكم إلى هذا الشيء الخطير. إن السحرة الآن يستخدمون بعض الهوام والطيور في سحرهم في أشياء كثيرة، منها كشف الأسرار ونقل الأخبار وكذلك تثبيت العمل، وكذلك أن خادم السحر يرى بعيون هذه الأشياء الخبيثة اللعينة التي تكون في بيوتنا، وذلك حينما نكون نحن قد أحكمنا الأمر بالرقية الشرعية والتحصينات الكبيرة، وللأسف يستطيع فعلا أن يخترق هذا التحصين الشديد بشيء من هذه الأشياء التي ذكرناها لحضراتكم آنفا. ولكن قبل أن أشرح لكم ما الذي يحدث بالتفصيل وكيفية التحصين من كل هذا، اسمحوا لي أولا أن أذكر لكم بعض الأحاديث التي تقوي هذه المعاني التي نقولها والتي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن سيدنا رسول الله أنه كان جالسا مع أصحابه يوما فجاءت فأرة تجر فتيلا قد اشتعلت فيه النار من طرف واحد، أمسكت هذه الفأرة الفتيلة من الطرف الذي لم تشتعل فيه النار وذهبت به إلى حصير كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تضرم النار فيه، فأطفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النار ونظر إلى أصحابه وقال لهم: إذا جن الليل فغطوا آنيتكم وكفوا صبيانكم وأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفويسقة. الفويسقة يعني الفأرة، ولاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يدل، وفي رواية أخرى فإن الشيطان يدفع هذه الفويسقة إلى أن تجر الفتيلة فتحرق البيت على أهله. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذه الفويسقة يعني يستخدمها، ويدفع هذه الفويسقة يعني يستعملها. إذن من هذا الجانب لاحظنا أن الشيطان له تأثير شديد وتعامل أيضا مع الفئران، وخلي بالك هذا هو المدخل الذي سيدخل منه الساحر بعد ذلك، لأن الساحر حينما يعمل أي عمل من الأعمال لابد أن يوكل به خادما من خدام السحر، وهذا الخادم هو أصلا شيطان، والشيطان له اتصال بالفئران، وبالتالي يحدثون في بيتك أشياء والله لا تتخيلها، وكما قلت لك أخي في الله قد لاحظناها في التجربة، وليست الفئران وحدها، فإن الثعابين كذلك لها دور كبير في هذا، ونحن قديما عرفنا أن الشيطان تشكل في هيئة أفعى حينما أراد أن يدخل الجنة فيغوي آدم عليه السلام. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الهوام والزواحف ذكرها رسول الله في حديث منفرد وأمرنا بقتلها لشدة ضررها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خمس كلهن فاسق، اقتلوهن ولو عند الكعبة: الفأر والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، أي الكلب الذي سعر. ليس هذا فحسب، بل هناك حديث شريف عظيم القدر كبير الفائدة أريدك أن تركز عليه جيدا قبل أن أدخل معك في التفاصيل المهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، وفي رواية قال: إن الهوام يتلبس بها الجن. لما رجعنا لمعاجم اللغة العربية وجدنا أن الهوام معناها القوارض والزواحف، القوارض زي الفئران وما شاكل، والزواحف زي الثعابين وما شاكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في كلامه معنيان: إما أنها من الجن يعني بعض الجن مخلوق على هيئتها، وإما أن الجن أصلا يتشكل بها، يعني ممكن تعبان ما يكونش تعبان، لا ده هو شيطان أصلا ومتشكل في هيئة الثعبان. وقد حدث هذا حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري: لما كنا في حفر الخندق كان هناك شاب حديث عهد بعرس، وكان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله لعرس جديد، فكان يستأذن النبي في حفر الخندق ويرجع لأهله حتى يبقى معهم قليلا. يقول: وفي مرة من المرات استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيته فوجد امرأته خارج الدار، فقبل أن يغضب عليها قالت له: لا تجد علي في نفسك، يعني ما تزعلش ولا تتضايق، حتى تنظر في الدار فترى ما بداخله. يقول سيدنا أبو سعيد: فلما دخل إلى الدار وجد أفعى كبيرة، ثعبان كبير يعني، نائما على فراشه، فسل سيفه فضرب به ذلك الثعبان فانطوى عليه الثعبان ولدغه. يقول أبو سعيد: فوالله ما كنا ندري أيهما كان أسرع موتا، الشيطان
الشاب أم الأفعى؟ هم والاثنين ماتوا بس ما عارفينش مين اللي مات الأول. يقول: فلما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا حرج عليها ثلاثا. إيه يعني التحريج يا مولانا؟ يعني يقول للثعبان: أخرج بإذن الله فإني لا أؤذيك ولا تؤذيني. أدي معنى كلمة التحريج. يقول الكلمة دي ثلاث مرات، لو مشى يبقى خلاص ده جن ما يأذيهوش، وإن بقي في البيت فإنه ثعبان يقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا حرج عليها ثلاثا فإن بعض الهوام من الجن. طيب الآن أين الشبهة؟ الشبهة في الفأر، الشبهة في القوارض، الشبهة في الزواحف، الشبهة في الحدأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث سماها فاسقة وسماها أيضا فويسقة. أحاديث كثيرة لا أريد أن أطيل المقام على حضراتكم، والآن أدخل معكم فيما أريد أن أوصله. طيب يا مولانا ما كان من بدري لي ذكر الأحاديث كلها؟ لا حبيبي، إنما ذكرت لك طرفا من هذه الأحاديث الشريفة وما تركته أكثر، لكن كما قلت حتى لا أطيل المقام على حضراتكم، إنما ذكرت لك طرفا من هذه الأحاديث حتى تلفت انتباهك إلى المعنى الذي سأقوله الآن، والذي لاحظناه في تجارب العلاج آناء الليل وأطراف النهار. الساحر الآن يستخدم الفأر لإيه يا مولانا؟ لكي يكشف به البيت ويعرف به الأخبار ويثبت العمل عليه. مش الفأر بس، وكذلك الغراب، وكذلك الحدأ، وكذلك الثعابين. وقد قال لي أحد مشايخي الذين أتعلم عنهم الرقية والعلاج الروحاني، قال لي: ولدي والله لقد لاحظت أن خادم السحر يرى بعيون الفأر والغراب، وكذلك يتغذى على براز الفئران. يستخدمهم ليه مولانا؟ يستخدمهم في اختراق التحصين. النهاردة خادم السحر لا يستطيع أن يخترق التحصين. إحنا نقول حصن نفسك وقرأ الآيات وقرأ الرقية الشرعية وخذ العلاج المناسب، لكن بعض الناس يفعلون هذا ولا يعالجون. ليه؟ لأن هؤلاء أصلا تحصينهم مخترق. خادم السحر اخترق التحصين؟ نعم اخترقه، ولكن عن طريق إيه يا مولانا؟ عن طريق الفأر، عن طريق الثعبان، عن طريق الحدأ، عن طريق الغراب. ولذلك أنا أقول لك دائما: إذا رأيت غرابا فوق بيتك أطرده، إذا رأيت حدأة فوق بيتك أطردها، إذا رأيت ثعبانا في بيتك حرج عليه أو اقتله، إذا رأيت فأرا في بيتك أقتله أو أطرده من البيت. لا تترك هذه الأشياء في بيتك أبدا، لأنها والله كما قلت لك صارت من رسل الساحر إلينا في هذه الأيام. طب يا مولانا هو الموضوع ده ما لهوش حل يعني؟ لا طبعا له حل كبير حبيبي في الله. إذا كانت هذه الأشياء قد تشكل فيها الجن، أو ساعدت خادم السحر، أو أرسلها الساحر، أو حدث بينها اتصال وبين خادم السحر على أي صورة من الصور، ونريد أن نحصن بيوتنا منها حتى لو كانت موجودة فيه، نعمل إيه يا مولانا؟ الى جانب العلاج والرقية اللي انت بتاخدها دي ما عليهاش مشاكل، البرنامج العلاج اللي حطه لك الشيخ ما فيش اي مشاكل، انت هتستمر فيه، ولكن عليك بصورة النور. صورة النور؟ ايوه اسمع مننا، مش انا قلت لك الاشياء دي اثبتتها التجربة؟ كمان خد العلاج الذي اثبتته التجربة. صورة النور تقرأ في بيتك، سواء تقرأها أنت بصوت عالي أو من مزياع أو من MP3 أو تليفون أو سماعات، أي حاجة، أهم حاجة يكون الصوت عالي بحيث الكل يسمع. صورة النور تقرأ في بيتك كل يوم لمدة 41 يوما، لأنها ستطرد كل هوام وكل طير وكل قوارض وكل زواحف استطاع الساحر اللعين أن يخترقها وأن يستخدمها في بيتك. والله الذي لا إله غيره، حدثني بعض حدثتني يعني بعض الأخوات التي كانت تتواصل يعني معي في العلاج، إنه لاحظت أحد الغربان غراب أكحل. تقول: يا مولانا كلما جاء هذا الغراب ونعق فوق البيت قامت المشاكل بيني وبين زوجي. تخيل. فقلت لها: طيب لكن يعني أنت كيف لاحظت ذلك؟ قالت: لاحظت ذلك من التكرار، أول مرة ما خدتش بالي، ثاني مرة ما خدتش بالي، ثالث مرة ما خدتش بالي، بعد كده لاحظت الموضوع. كل ما يكون فيه يأتي هذا الغراب اللعين فينعق نعقاته في البيت أو فوق سطح المنزل يعني، تقوم المشاكل بيني وبين زوجي على أتفه الأسباب. وطبعا كما قلت لكم بالتجارب وبكثرة الشكوى في هذا الأمر بحثنا فيه فوجدنا له أصلا من قديم، وأن الساحر يستخدم هذه الأشياء. جزاكم الله عنا خيرا، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.